الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نستعين واهدنا الصراط المستقيم، صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا ووفقنا لما تحب وترضاه، ونورنا بأنوار نبينا صلى الله عليه وسلم، وفقهنا في أمور ديننا ودنيانا وما أقمتنا فيه، واجعل لنا فرقانا بين الحق والباطل حيثما كنا يا رب العالمين. اجعل في أبصارنا نورا، وفي قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، واجعل في أبشارنا نورا، وفي دمائنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين. وقفنا على الصلوات المسنونات، وقلنا الصلوات المسنونات خمس: العيدان، أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوفان، أي صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر، والاستسقاء، أي صلاته. ثم بعد ذلك تكلم على السنن التابعة للفرائض، وكأنه قسم الصلوات المسنونات إلى ثلاث أقسام، لأن السنن التابعة للفرائض برضه مسنونات، لكن هو قال لك الصلوات المسنونات خمس. طب ما هم أكتر من خمسة، يبقى أكيد له تقسيم. أراد أن يقسم الصلوات المسنونات إلى ما شرع فيه الجماعة، ما شرع فيه الجماعة، فتكلم على المسنونات المشروعة فيها الجماعة، وأجعلهم خمسة، اللي هي صلاة العيدان، وصلاة الكسوف والخسوف، وصلاة الاستسقاء. واعتبر صلاة العيدان اتنين، واحد اتنين، لأن في عيد أضحى وعيد فطر، أدي اتنين. وبعدين صلاة الكسوف والخسوف، الكسوف تلاتة والخسوف أربعة، والخمسة اللي هي الاستسقاء، وممكن تخليهم ثلاثة، تقول صلاة العيدان والكسوفان وإيه والاستسقاء، سهلة تبقى كده ثلاثة. يعني العد يعني ما يضرش، زي ما انت عايز، عايز تعدهم تفصصهم، عايز تعدهم مع بعض، المهم تعرفهم. ودي صلوات كلها مسنونة شرع فيها الجماعة، وعشان كده جعلها منفصل. في بعد كده مسنونات تابعة للفرائض، متعلقة بالفرائض. في فرض الصبح له سنة، فرض الظهر له سنن قبلية وبعدية، في فرض العصر له سنن قبلية، فرض المغرب له قبلية وبعدية، والعشاء كذلك لها قبلية وبعدية. يبقى دي تابعة للفرائض، دي برضو في سنن تابعة للفرائض، وفي منها مؤكدات وفي غير مؤكدات هيتكلم عليه. وفي بعد كده سنن ليست لها علاقة بالفرائض خالص، ولا يسن فيها الجماعة، وإن كان يجوز فيها الجماعة، يجوز فيها الجماعة ولكن لا يسن فيها الجماعة، زي صلاة قيام الليل، زي صلاة الضحى، دي ملهاش علاقة بالفرائض، مش كده برضو؟ زي صلاة الوتر، فدي برضو سنن. وصلاة الجنازة مش من المسنونات، دي فرض كفاية، احنا بنتكلم في الصلوات المسنونات، انما الجنازة من فروض الكفايات. ها؟ والتراويح داخلة فيها، لان التراويح يجوز فيها الانفراد ويجوز فيها الجمع سواء، وليست متعلقة بالفرائض لكن متعلقة بشهر رمضان، ويدخل وقتها بعد عشاء رمضان، يبقى طول الليل، يبقى التراويح تدخل منها، وهكذا. يبقى المسنونات ممكن تتقسم بطرق كثيرة. فهنتكلم على ايه؟ الخمس صلوات المسنونات اللي هي يسن فيها الجماعة، يعني الجماعة مشروعة فيها، يعني الأصل الصورة الكاملة فيها تتصلى جماعة، لكن أي صلاة لم يشرع فيها الجماعة تجوز فيها الجماعة. خد بالك من القاعدة دي، كل ما لم يشرع فيه الجماعة يجوز فيه الجماعة، وكل ما لم يشرع فيه الجماعة، وكل ما شرع فيه الجماعة يجوز صلاته منفردا. سهلة القاعدة دي؟ يبقى كل ما شرع فيه الجماعة
يجوز صلاته منفرد، صلاة الظهر مش جماعة، أصلها جماعة لكن مش ممكن تصليها منفرد، صليها منفرد. صلاة العيدين شرع فيها الجماعة وهي سنة، ولكن لو فاتك الجماعة تروح البيت تصليه لوحدك من غير خطبة يعني، لكن هتصليه. صلاة الاستسقاء فاتك فيها الجماعة ممكن تصليها منفرد. صلاة الكسوف والخسوف شرع فيها الجماعة ويمكن أن تصلى منفردا. يبقى القاعدة كل ما شرع فيه الجماعة يجوز صلاته منفردا، وكل ما لم يشرع فيه الجماعة يجوز صلاته وكل جماعة. يبقى لما يجي واحد يصلي الضحى وواحد تاني يأتم بيه في صلاة الضحى، ما يجيش بقى واحد من اللي طالعين اليومين دول يقول له دي بدعة. في عيال بتعمل كده وانتوا عارفين العيال دي شكلهم ايه، يقول له اصلها لم يفعلها النبي. ومين قال لك انه لم يفعلها النبي؟ لو قرأ حديث صحيح البخاري يعرف ان النبي عملها لما راح زرع عتبان في بيته وقت الضحى. وقت الضحى سيدنا عتبان لما كبر، والحديث معروف في صحيح البخاري، لما كبر اتخذ مصلى في بيته ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفتتح له الصلاة في هذا المصلى حتى يتبرك به صلى الله عليه وسلم، ثم يتخذه مصلى عشان كان كبر في السن وكان ضخم الجسم وكان صعب عليه يروح ويجي، فأراد أن يتخذ مصلى في بيته. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على الإفطار، الإفطار اللي هو طعام الغداء يعني، احنا نسميه إفطار الوقت، الصحابة كانوا يسموه طعام الغداء اللي هو في أول النهار. فراح له النبي صلى الله عليه وسلم على وقت الضحى وصلى عنده ركعتين وأتم به عتبان ومن معه، يبقى دل على أنه يجوز صلاة الضحى وجماعة، وفعلها النبي. ولو لم يفعلها القاعدة أن النبي لم ينهى، طالما النبي لم ينهى يبقى هتيجي منين أنها بدعة؟ خد بالك إزاي. يبقى أولا صلاة الضحى جماعة مشروعة، ولو لم يفعلها النبي لعدم النهي، فما بالك وقد فعلها؟ يبقى مفيش داعي للتسرع. في عيال شباب تيجي كده، كنا احنا في المانيال نختم القرآن كل جمعة في مسجد شكل في المانيال، كل جامع بيقرأ قرآن، فعاملين جدول كده الجمعة الفلانية ده مسجد فلان يختم، فكل المساجد تجتمع، وبعد ما نختم القرآن نوزع نفحة كده ونصلي صلاة الضحى جماعة. طلعوا لنا شوية عيال ما تفهمش منين طلعوا الحكاية دي كلها بدع ضلالة وفي النار، واخد بقى، فتحذر هؤلاء الناس. يبقى ترد عليهم بالقاعدة دي، كل ما لم يشرع فيه الجماعة يجوز فيه الجماعة. أول ما يسمع منك القاعدة دي بطل يناقشك، ليه؟ لأن هيحس أنك أنت راجل عندك قواعد. هو أصلا العالم دي بتترعرع في مواطن الجهل حيث لا قواعد ولا علم، تلاقيهم يترعرع وسطهم يعني. أول ما يعرف أن في حد عنده قواعد يبعد عن الجامع اللي بيصلي فيه، ويدور على جامع في السوق بيصلي فيه الناس اللي ملهمش علاقة بالعلم، تجار بتاع، مهندسين، صنايعية، أي حاجة ملوش علاقة بعلم الدين، يقوم إيه يقدر يعيش معاهم دول. فأنا بقول لك كده علشان منتشرين هؤلاء القوم منتشرون، فنسأل الله أن يعلمهم. فبيقول هنا والصلوات المسنونات، وفي بعض النسخ والصلاة المسنونة، ويشكل على هذه النسخة الإخبار بقوله خمس، فإن فيه الإخبار بالجمع عن المفرد. هو ما يقول لك الصلوات المسنونات خمس ماشي، لأن خمس جمع والصلوات جمع تمشي، إنما يقول لك الصلاة المسنونة في نسخة الصلاة المسنونة خمس، فيقول لك هنا فيها إشكال شوي، إزاي يخبر بجمع عن مفرد؟ فنقول له لا، أصل هنا الألف واللام للجنس، أي جنس الصلاة المسنونة خمس وليست للعهد، لأن الألف واللام قد تكون للعهد، وقد يكون هذا العهد عهد ذكري، وقد يكون عهد عقلي، وقد يكون عهد شرعي. عهد يعني ايه؟ يعني شيء معهود بيننا عارفينه، فهمت ازاي؟ دي معناها العهد. اما ادي لك انا قلم مثلا، اما ادي لك قلم وبعد 10 دقايق يقول لك ناولني القلم، القلم يبقى اللي اديته يعني انا تديني القلم اللي انا اديته لك، بخلاف اما اقول لك ناولني قلم يعني اي قلم يمشي، تديني قلم رصاص اخده، قلم جاف اخده، فلوماستر اخده، اما اقول لك ناولني قلم. انما اما بقى انا مدي لك قلم وبعد شويه اقول لك ناولني القلم بالالف واللام كده، يبقى هتناولني القلم اللي انت خدته، يبقى ده اسمه عهد ايه؟ ذكري. عهد ذكري، لانه مذكور بيننا وبينه بعض. الناس يقول لك ده في بينهم سيم، سيم يعني ايه؟ يعني حاجه عارفينها،
اما يجي الراجل السباك وهو بيصلح المواسير وينظف المواسير يقول للواد ايه ناولني الميه، تدي له ميه النار مش كده برضو؟ لان هم عارفين الميه بتاعتهم ميه نار. يبقى هنا في عهد بينهم، الف واللام دي للعهد. لما يجي واحد خمرجي بيقول للتاني ناولني الميه، يدي له ازازه خمر صح؟ لانه هو في الخماره، لما يروح للخماره يقول له انا عايز ميه والميه بتاعتكم وحشه، يبقى بيتكلم على ايه؟ على الخمره، لان في عهد هنا بينهم. فهمت ازاي؟ لما نبقى قاعدين مثلا عايزين نتوضا واقول لك ناولني الميه ليه اتوضا، تجيب لي ميه ايه؟ طاهر مطهر، طاهر مطهر، ما ينفعش تجيب لي بيبس. فهمت ازاي؟ اقول لك ناولني الماء لاتوضا، يبقى هنا في عهد شرعي. الالف واللام هنا للعهد الشرعي، يبقى الماء المشروع الوضوء به. فما ينفعش اي ميه، لا تجيب لي ماء ورد ولا تجيب لي ميه مختلطه بغيرها. ليه؟ لان في عهد شرعي. يبقى قد يكون العهد عهد شرعي، قد يكون عهد ذكري، قد يكون العهد هنا عهد عقلي. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قال ايه؟ انما الماء من الماء، في الحديث البخاري، انما الماء من الماء، اي انما الماء الذي يغتسل به من الماء الذي هو مني، مع ان هنا ماء وهنا ماء. يبقى الماء هنا انما الماء اي المشروع الغسل به يكون من اجل الماء الخارج من السبيل الذي هو يسمى مني. يبقى هنا في عهد ايه؟ عهد عقلي عارفينه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الالف واللام هنا قد تكون للعهد وقد تكون للجنس. اما اقول لك الماء انواع الماء، تقول لي ماء البئر وماء السماء وماء الثلج وماء المطر وماء النهر، يبقى هنا بتكلمني على انواع الماء، يبقى للجنس. يبقى انا عايز اجناس الماء. الماء اما اقول لك ما هي انواع الماء، يبقى الالف واللام هنا قد تكون للجنس. فهمت ازاي؟ وقد تكون للاستغراق، تستغرق كل الافراد. اما نقول مثلا ايه؟ كلا ان الانسان لا يطغى، الانسان لا يطغى، تستغرق كل جنس الانسان، لان مفيش مذكور قبليها اعرف ان المقصود هو الانسان ده. فهمت ازاي؟ لا، ده مستغرقه لكل اجناس الانسان. يبقى الالف واللام في لغه العرب اللي هي اداه التعريف اللي بتعرف الاسم، ما هو من علامات الاسم ايه؟ ان يدخل فيه الف ولام، انما الفعل ما يدخلش فيه الف ولام والحرف ما يدخلش فيه الف ولام. يبقى اول ما تلاقي حاجه كلمه اولها الف ولام تعرف انها اسم، لا فعل ولا حرف. الاسم يعرف بايه؟ بالتنوين والندى وال ومسند للاسم، تمييز حصل. فهمت ازاي؟ بالاضافه وبالتنوين، واخد بالك؟ يبقى من ضمن علامات الاسميه الالف واللام، بالندى والتنوين، مش كده برضو؟ بالندى والتنوين، بالجر والتنوين، مش كده برضو؟ بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم، تمييز حصل. بيقول كده في الالفيه. يبقى النداء ما فيش حرف نداء يتحط قبل فعل ولا قبل حرف، يبقى تعرف الاسم كده. يبقى الالف واللام اللي هي علامة الاسمية دي بتدخل تؤدي معنى بلاغي، اما ان تكون للعهد او تكون للجنس او تكون للاستغراق. فهمت بقى المعنى؟ زي مثلا ايه؟ اما اقول مثلا قد يكون العهد هنا برضو عهد ايه؟ عقلي مجازي. اما اقول دخلت المسجد رأيت البحر، طب هو المسجد فيه بحر؟ يعني العالم، العالم اللي هو زي البحر. يبقى هنا الالف واللام دخلت فيها علشان تبين بالايه؟ بالعقل، لان في حاجه المجاز يحيل ان يبقى جوه المسجد بحر، لان احنا سمك. هو احنا سمك هنصلي في الميه؟ فهمت ازاي؟ احنا بني ادمين نصلي في البر في اليابس، يبقى المسجد ما يبقاش في البحر. يبقى ما اقول رأيت الأسد في المعركة، يعني الجندي الشجاع، الأسد في المعركة يعني الجندي الشجاع، يبقى في عهد ذكري.
فهمت ازاي؟ وهكذا. يبقى لغة العرب لغة واسعة لازم الواحد يفهمها. عشان كده لما بيقول هنا الصلاة المسنونة خمس، افهم على طول انه اخبر بالجمع، والصلاة مفرد، يبقى هنا مش مفرد. ده اللي خلاها مش مفردة، ان يبقى الالف واللام هنا للجنس، اي مطلق الصلاة، اي مطلق صلاة مسنونة شرع فيها الجماعة هي خمس. يبقى يجوز الاخبار هنا لما تبقى الالف واللام هنا للجنس، يجوز الاخبار عن المفرد بالجمع. سهلة دي. لما نقول فإن في الإخبار بالجمع عن المفرد، ويجاب بأن للجنس، الجنس، واخد بالك إزاي؟ أما نقول كده، هدي لك مثال، إنسان مش مفرد، مش مفرد. أما أقول الإنسان أنواع، أنواع دي مش خبر وجمع، صح ولا لا؟ يبقى يجوز الإخبار بالجمع عن المفرد إذا كانت الألف واللام للجنس، مش كده برضو؟ الإنسان أنواع، إنسان أبيض وإنسان أسود وإنسان أحمر وإنسان أصفر، والأبيض أنواع، أوروبي واخد بالك، وعربي، مش كده برضو؟ والأسود أنواع، وهكذا نوع بقى، وكل ده في الإنسان وهي مفرد، مش كده برضو؟ يبقى يجوز الإخبار بالجمع عن المفرد إذا كان محلا بأل، وتكون الألف واللام هنا للجنس. سهلة هنا القاعدة؟ طيب، يبقى علشان كده قال لك ما فيش إشكال في الجملة في النسخة اللي بيقول الصلاة المسنونة خمس، ما فيهاش إشكال، لأن أنت عارف إن الألف واللام التي تدخل على المفرد إذا كانت للجنس فيجوز الإخبار عنها بالجمع. سهلة؟ لكن النسخة اللي فيها الصلوات المسنونات خمس سهلة بقى، مش عايزة تفسير، دي واضحة. ويرد على كل من النسختين برضو في إشكال عن نسختين. أما يقول لك الصلوات المسنونة خمس، طب ما المسنونات أكتر، ده كتير قوي، ده أنت تقعد تعدها تلاقيها كتير قوي، في إشكال هنا. ويرد على كل من النسختين أن الصلاة المسنونة كثيرة لا تنحصر في الخمس، ويجاب بأن المراد الصلاة المسنونة التي تشبه الفرائض بتأكدها وطلب الجماعة فيها وزيادة فضلها على غيرها واستقلالها. يبقى أنا فهمت على طول لما يقول الصلوات المسنونات خمس، قعدت أقرأ في أفراد الخمسة دول، لقيت أنهم كلهم يشتركوا في معنى واحد، أنهم مؤكدات، وأن السنة مؤكدة في الجماعة، مؤكدة فيها، فهمت إزاي؟ وأنهم غير مرتبطين بالفرائض. يبقى أكيد يقصد ان المسنونات التي يتاكد فيها الجماعه وغير مرتبطه بالفرائض. يبقى احل الاشكال هنا على طول. فهمت المساله بقى؟ بدليل افراد السنن التابعه للفرائض بعد ذلك، لانه افرادها وذكرها لوحده، وذكره ان النوافل المؤكده ثلاثه، فتحصل انه جعل، فتحصل يعني من هذا الاستنتاج، فتحصل انه جعل صلاه النفل ثلاثة أقسام. خد بالك أن السنة والنفل عند الشافعية مترادفات، السنة والنفل عند الشافعية مترادفات، يقول لك نافلة سنة مندوب، ثلاث ألفاظ لمعنى واحد عند الشافعية. بعض المذاهب كالمالكية يميز، لكن الشافعية عندهم السنة والنافلة والمندوب، ثلاث ألفاظ لمعنى واحد، وهو ما يستحب فعله ولا يأثم تاركه. كويس؟ يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، بيسموه علماء الأصول ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، تعرفها كده النافلة أو السنة، ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. كويس؟ لكن ما طلبه الشارع طلبا جازما يبقى واجب، فهمت ازاي؟ متحتم يعني. إنما ما يطلبه الشارع طلب غير متحتم، لكن مطلوب لكن غير متحتم، يسموه سنة أو نافلة أو إيه أو مندوب. وعشان كده بيقول جعل صلاة النفل ثلاثة أقسام، ده بعتولي قالوا لي احنا واقفين على قوله 17. أيوة مظبوط، معلش بس القاعدة في إفادة. طب نعيد الحتة دي بقى، ما نعلقش كتير. أعمل عليك. طيب نجري على طول، اتضح ان احنا شارحين الحتة دي، على اي حال ما يجراش حاجة.
بيقول هنا فتحصل أنه جعل صلاة النفل ثلاثة أقسام، فذكر القسم الأول بقوله والصلوات المسنونات إلى آخره، وذكر القسم الثاني بقوله والسنن التابعة للفرائض إلى آخره، وذكر القسم الثالث بقوله وثلاث نوافل مؤكدات إلى آخره. قوله خمس وأفضلها صلاة عيد الأضحى، ثم صلاة عيد الفطر، ثم صلاة كسوف الشمس، ثم صلاة خسوف القمر، ثم صلاة الاستسقاء، وسيأتي الكلام عليها تفصيلا في أبوابها. هيجيب لك بقى كل صلاة تصلى إزاي في أبوابها. أي صلاة عيد، أشار بذلك إلى أن قول المصنف العيدان على تقدير مضاف، وكذا يقال فيما بعد. وعيد الأضحى كان الأولى للشارح أن يقدمه لأنه أفضل من عيد الفطر كما علم، والكسوفان فيه تغليب الكسوف على الخسوف كما أشار إليه الشارح بقوله أي صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر، والاستسقاء أي طلب السقيا، والسنن ظاهر كلام المصنف أن السنن مبتدأ خبره 17، لكن الشارح جعل 17 خبرا لمبتدأ محذوف حيث قال وهي 17، فكأنه جعل قوله والسنن معطوفا على قوله خمس، وجعل الجملة من المبتدأ المحذوف وخبره الذي هو 17 مستأنف. شرحناها دي الدور اللي فات، أنا افتكرت برضه. التابعة للفرائض أي في المشروعية، فيشمل القبلية والبعدية. أما يقولك السنن التابعة للفرائض يشمل القبلية، السنة القبلية والسنة البعدية، فهي تابعة لها في طلب، في الطلب حضرا وسفرا. عند الشافعية زي ما قلت لك ان في السفر يقصر الصلاة ويجمع، لكن ما زالت السنن مطلوبة. فهمت ازاي؟ ده مذهب الشافعية كده. يبقى مسافر وبيقصر وبيجمع ويصلي سنة الظهر القبلية والبعدية. يعني انا هصلي الظهر في السفر واجمع معه العصر جمع تقديم قصر، اروح بصلي الظهر قصر في وقته وانوي معه جمع العصر كويس، وبعدين اجيب بعديه صلاة العصر على طول عشان الموالاة مطلوبة والترتيب مطلوب ونية الجمع في الاولى مطلوبة، ثلاث شروط عشان اجمع هتيجي بعدين نقولها. يعني خلصت انا صلاة الظهر قصر الركعتين وبعدين العصر قصر الركعتين، اقعد اختم الصلاة عادي وبعدين اقوم بعد كده اقول نويت صلاة سنة الظهر القبلية واروح مصليها، وبعدين اقول نويت صلاة سنة الظهر البعدية واروح مصليها، واروح بعد كده قلنا ويت صلاة سنة العصر القبلية وروح مصلي. شوف الشافعية يعملوا كده. فهمت ازاي؟ يبقى هي مطلوبة سفرا وحضرا، بخلاف المذاهب اللي قالوا ان اذا قصر الصلاة في السفر فلا سنن، لانه لو كان حيصلي سنن كان الاتمام اولى. فهمت؟ قالوا كده. ده اجتهاد بعض الصحابة. فهمت ازاي؟ لكن النبي كان معلوما انه في السفر كان يصلي الوتر، وكان يصلي على دبته في السفر الضحى، وكان بيصلي كل حاجة في الصلوات. فهمت ازاي؟ فبالتالي نمشي على مذهب الشافعية في هذه المسألة. إن كان عندك في السفر وقت فلا بأس أنك تصلي كمان المسنونين مع القصر والإيه والجمع، وإن لم يكن عندك وقت فالأمر على الواسع متسع. والحكمة في مشروعيتها في حق الأنبياء كثرة الأجر والثواب. الحكمة في مشروعية السنن دي في حق الأنبياء، هو الأنبياء صلواتهم الفرائض كاملة لأنه كامل الخشوع وما فيش حاجة تشغله عن ربه، الأنبياء كده. طب بيصلي سنن ليه؟ احنا بنقول السنن بتجبر النقص في الايه؟ لا، في حق الأنبياء بقى زيادة أجر، زيادة أجر، ولبيان تشريعها، لأن لو لم يفعلها النبي كنا هنعرف أنها مشروعة منين. يبقى لبيان أنها مشروعة أي مطلوبة شرعا، ثم بعد ذلك لزيادة أجر النبي. وفي حق غيرهم تكميل ما نقص من الفرائض بنقص خشوع ونحوه كتدبر قراءة فلا تقوم مقام الفرض أصلا. وقال النووي إذا لم يكن فيما فعله نقص لكنه ترك فرضا يقام له كل 70 ركعة من النفل مقام ركعة من الفرض. إمام النووي الوحيد اللي قال لو كان عليه فرائض وصلواته اللي عليه فرائض فائتها وصلاة الفرض اللي عملها الوقت دي كاملة من مجاميعه، نقوم ربك سبحانه وتعالى ممكن يحسب له كل 70 ركعة نافلة بمقام ركعة فرض. شفت ازاي؟ كل 70 ركعة فتجبر له الفرائض كمان مش عن الأداء، عن أدائها، بس بشرط ان كل 70 ركعة نافلة تساوي 70 فرض. طبعا عنده دليل. ها؟ طبعا عنده دليل. ايوه، جابها ال 70 منين؟ ما هو حديث رمضان. أيوة. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال
في شهر رمضان من تقرب فيه بخصلة بفرض فكأنما أدى 70 فرض فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة فكأنما أدى فرض فيما سواه. فعرفنا أن الفرض والنافلة هنا تساوي 70، الفرق بينهم. واتكلمنا الدور اللي فات أن الفرض يسبق النافلة ب70 درجة إلا في 3 أحوال، 3 أحوال بس قلناهم، صح؟ إبراء المعسر سنة، وإنذار المعسر فرض، والإبراء أولى من الإنذار يسبق السنة. رد السلام فرض، وبدء السلام سنة، وبدء السلام أفضل من رد السلام. هذه تاني سورة. الوضوء للصلاة بعد دخول الوقت فرض، وقبل دخول الوقت سنة، والوضوء قبل دخول الوقت أفضل لمن لم يكن من أصحاب الأعذار. يبقى السنة تسبق الفرض في 3 سور، لكن بقية الأحوال كلها الفرض يسبق السنن 70 درجة. وزي ما قلت لك الرجل الصالح اللي كان في بغداد زمان، كنا في سير الصالحين قرأناها زمان، جاله ضيوف على أذان العشاء، هو متعود يصلي الفرائض بتاعته في المسجد، جاي يفتح الباب عشان يروح الجامع لقى ضيوف جايين، دخل على ما عمل لهم الضيافة بتاعتهم وقعد معاهم شوية وطلعوا مشيوا. قعد يدور في مساجد بغداد اللي حواليه ان مسجد يلاقيه خلص العشاء، يعني اخر العشاء عشان يصلي جماعة كالمعتاد، لقى كل المساجد خلصوا صلي، روح البيت منكد ايام نكد، وقال طب انا هصلي بقى العشاء 70 مرة عشان ادرك ايه، يعني قصدي هيصليها 27 مرة عشان يدرك الجماعة، هيصليها 27 مرة عشان يدرك الجماعة. قعد بقى يصلي 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 على المرة 10 فرهد خالص وراح نايم على السجادة الصلاة، تعب. وبعدين قام شاف نفسه في الرؤية انه في ناس راكبين فرسان بتجري وهو بيحاول يجري وراهم من غير فرس ومش عارف يحصلهم برضه. ففيها علامة انك انت شوف الصلاة قدامك الاذان والجامع مش مدرك انت الفضائل اللي بتفوتك من فرد الفرد الجماعة اللي يفوتك مش مدركه. يقوموا امبارح في الماتش يقعدوا في الاستاد من الساعة 9 الصبح وبعدين عليهم صلاة جمعة تضيع عليهم، هيصلوها ازاي في المدرجات يعني، وعليهم صلاة عصر جمعة، يا عصر جمعة افضل عصر في الاسبوع كله الا عصر الجمعة ده، وبعدين المغرب والعشاء رخر ايه بقى، ربنا اداهم الكاس بعد ما لودهم. اي والله يطلع عينيهم. انا عارف ليه اتاخروا، انا الوحيد اللي كنت قاعد كده عارف ليه اتاخروا والله، لان اخروا الصلوات. فكرك لو ما اخروش الصلوات كان من اول ماتش على طول اديله جون وانتهينا وخلص بسرعه ومع السلامه، لكن هو ربك لوده. فربنا ينجينا يا سيدي، الواحد ياخد باله. ويعبر عنها ايضا بالسنن الراتبه، علم من ذلك أن السنة الراتبة هي السنن التابعة للفرائض، وعلي فلا يدخل نحو الضحى لأنها ليست تابعة للفرائض، وقيل هي ما له وقت وعليه فيدخل نحو الضحى لأن لها وقتا. أما يقول لك وقيل يبقى رأي ضعيف، كويس؟ صيغة تضعيف يعني يبقى معناها رأي ضعيف. وهي 17، هنبتدي بقى النهاردة، احنا كنا حقنا نبتدي من عند دي، يلا كان رزق بقى اللي ما حضرش الدور اللي فات. وهي 17، الحمد لله. إنما يظهر على النسخة التي فيها 3 بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، فتكون 2 منهن سنة العشاء وتكون الواحدة وترا. وأما على النسخة التي فيها 3 بعد سنة العشاء يوتر بواحدة منهن فهي 19، لأنه علم منه أن للعشاء سنة، فكأنه قال وركعتان بعد العشاء و3 بعدهما، فتكون 3 وترا. ومعنى قول يوتر بواحدة منهن يفصلها حملا للوتر على معناه اللغوي. احنا عندنا اقل الوتر ركعة، الشافعية رأيهم كده، الاحناف اقل الوتر 3 ركعات، ما ينفعش ركعة اصلا، يعني عند الشافعية لا تنعقد نية ركعة، الاحناف عندهم لا تنعقد نية ركعة، الشافعية عندهم لا تنعقد، وأقل الوتر عندنا ركعة. صحيح الوتر غالبه 3،
وأقل ركعة مش كده برضو، لكن أكمله 11 اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصليها بالليل 11 ركعة مش كده برضو. منهم ركعتين السنة دول بنعتبرها لو صليت سنة العشاء وصليت بعدها ركعة يبقى أنت أوترت بركعة، لأن سنة العشاء دي حاجة منفصلة عن الوتر. لكن لو هتوتر بثلاثة فهتصلي الركعتين الأولين بنية من الوتر، تقول نويت صلاة ركعتين من الوتر. ما هو كل السنن المثنى اللي قبلها شفع، فهمت ازاي؟ كله المثنى شفع، لكن احنا بنتكلم على الوتر. الوتر دي صلاة منفصلة، لو صليت قبلها شفع واخد بالك يبقى يندرج تحت السنن القبليه اللي هي بتاعت الصلوات المتعلقه بالصلوات. بعد كده تجيب ركعه وتر بقت هي انت اوترت بركعه. لكن انت لما تقول نويت عايز توتر بثلاثه، لك ان توتر بثلاثه بنيه واحده، تقول نويت صلاه بثلاث ركعات وتر الله اكبر، وتقرا في كل بعد كل فاتحه سوره في الثلاثه، ولك أن تفعلها كالمغرب، تقرأ تشهد أوسط، والأفضل ألا أن تخالف بينها وبين المغرب فتخليها بتشهد واحد في الآخر، كويس؟ ولك أن تفعلها بأنك تفصل بينهم اتنين وتسلم وركعة وتسلم، ولو هتعملها اتنين وتسلم هتبقى نية الركعتين دول إيه؟ من الوتر، هدول نقول صلاة ركعتين من الوتر. عايز توتر ب11 ركعة، تقول نقول صلاة ركعتين من الوتر. وتسلم ركعتين من الوتر وتسلم ركعتين من الوتر لحد ما تخلص 10، واخد بالك ازاي؟ 5 مرات يبقى 10 ركعات، وبعدين تقول نويت صلاه ركعه وتر، يبقى انت كده اوترت ب11 ركعه. وممكن تصليهم حته واحده بنيه واحده، نويت صلاه 11 ركعه من الوتر، 11 ركعه وتر مره واحده بنيه بتكبيره واحده، وبعدين بقى تقعد تصلي وتعد على صوابعك عشان ما تتلخبطش، وبعدين بعد كده تقرا تشهد واحد في الركعه الاخيره، والافضل ان تقرا تشهد في الركعه العشره اوسط، نصف التشهد في الركعه العشره وتشهد كامل في الركعه ال11، ولك ان تقرا نصف التشهد بعد كل ركعتين بعد كل ركعتين بعد كل ركعتين. كل دي سور صحيحه، كل دي ايه؟ سور صحيحه، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ يبقى ممكن توتر ب11 ركعه بتكبيره احرام واحده وتسليمه في الاخر، بتشهد واحد في الركعه الاخيره، وبتشهد في الركعه قبل الاخيره وتشهد في الاخيره، او تشهد اوسط في بعد كل ركعتين الى الاخر. كل ده جائز، مفيش حاجه، لا حرج. قيام الليل ده جزء منها ولا؟ قيام الليل بيبقى مندرج في الوتر. ممكن تقول نويت صلاه ركعتين قيام ليلي من الوتر، وممكن تقول نويت صلاة ركعتين تهجد إذا كان سبقها نوم واستيقظت سميها تهجد، كل ده قيام ليل. لفظ ركعتين الشفع ده ده عند الملكية، احنا عندنا بتسميها من الوتر. الملكية بيعتبروا الركعتين اللي بعد العشاء شفع، وبعدين بعد كده ركعة وتر، يوتر بواحد. احنا عندنا ركعتين اللي بعد العشاء دي وسنة العشاء البعدية، شفعية كده يوم دي وسنة العشاء البعدية، ملهاش علاقة بالوتر. إن الشفع ده مثنى، فلما بتصلي اتنين بعد العشاء يبقى دي اسمها مثنى، والمثنى شفع فسموها شفع باعتبار عددها، واخد بالك؟ بس يعني كله صح، لكن أنا بشرح لك مذهب الشافعية، ما تروحش تعترض على الملكية ولا تعترض على عوام اللي قاعدة بتصلي شفع بقالهم 50 سنة وتعمل لي خناقة في المسجد بتاع الحتة بتاعك. سيب كل واحد زي ما هو ماشي عشان ما تلخبطش الناس، لكن انا بفهمك المذهب الشافعي نظرته ايه للمساله دي، خدت بالك؟ بس. ومعنى قول يوتر بواحده منهن يفصلها حملا للوتر على معناه اللغوي، الا ان يجاب بان لفظ سنه مقحم اي زائد، وعلى كل فكان الاولى عدم عد الوتر من السنن التابعه للفرائض لانه ليس منها، بدليل عدم صحة إضافته إليها، إذ لا يصح أن يقول فيه نويت أصلي سنة العشاء مثلا ويعتبرها وتر، فهمت إزاي؟ ما ينفعش، فيبقى مش تابع للفرائض، ولو كان تابع للفرائض يبقى تنعقد،
لكن ما تنعقدش وتر، تنعقد سنة عشاء. يبقى الوتر ده حاجة منفصل عن الفرائض، وإن توقف فعله على فعل العشاء، وإن كان يتوقف فعل سن الوتر على فعل على صلاة العشاء، لكن ليس تابعا للعشاء. وبعضهم جعله منها نظرا لذلك التوقف، وعليه يتمشى كلام المصنف، لكنه لم يستوفي السنن التابعة للفرائض. وبالجملة فكان الأولى أن يجعل 22 ركعة، 10 مؤكدة واثنى عشر غير مؤكدة. العشرة المؤكدين اللي هو ركعتين قبل الصبح، عد معايا كده، ركعتين قبل الصبح، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، كويس، وبعدين ركعتين بعد المغرب، ادي كده 10، كويس. دول ايه؟ دول مؤكدات. لا، دول المؤكدات. اللي بعد العشاء بقى تحط الوتر، واحنا قايلين ان الوتر مش عايز يعدوا معاهم لانه مش مرتبط بالايه، بالفرائض. فهمت ازاي؟ بكلمك على العد بتاعه. والباقي ال 12 الباقيين اللي هو غير مؤكدات وتابعه للفرائض، تحط 2 تانيين بعديه للظهر. يبقى بدل ما تصلي 2 بعديه بعد الظهر، صلي 4 بعد الظهر، كويس. يبقى ادي 2 بعد الظهر مع الاثنين الاولانيين اللي هم بعد الظهر في المؤكدات في العشرة الاولانيين، يبقى 2 بعد الظهر. وحط 4 قبل العصر، كويس، وحط 2 قبل المغرب، وحط 2 بعد العشاء، يبقى 20. وحط 2 بين الاذانين بتوع العشاء، يبقى ادي 12. يبقى ادي ايه؟ 12 مع العشرة اللي هناك 22. سهلة؟ عرفت بقى القصة بتاعتها؟ طيب. لا، حسب نيتك انت. نيتك انت نويت، قلت نويت صلاة ركعتي سنة العشاء البعدية، انعقدت سنة عشاء بعدها. جيت بعد العشاء قلت نويت صلاة ركعتين من الوتر، بقيت وتر. لا، ما احنا قلنا اللي بعد العشاء البعدية دي مش من مؤكدات. دي من السنن التابعة للفرائض لكنها غير مؤكدات. احنا بنقول سنن رواتب وسنن غير رواتب، في تقسيمة تانية، تقسيم اخر، يقول لك رواتب وغير رواتب. الرواتب اللي هي المؤكدات، وغير الرواتب اللي هي غير مؤكدات، كلها مطلوبة برضه، لكنها الطلب فيها لو وقتك ضيق ما تقللش عن ايه؟ عن العشرة اللي قلتهم لك في الاول دول، لو وقتك ضيق اللي هم الرواتب دول، لو وقتك يسمح يبقى خير وبركة، تصلي 2 قبل الصبح، واربعة قبل الظهر، واربعة بعد الظهر، واربعة قبل العصر، واثنين قبل المغرب، واثنين بعد المغرب، واثنين قبل العشاء، واثنين بعد العشاء، وان انت وتر، كويس؟ ايوه. في برضو كده، في 2 و2، في 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر، وحط مكانهم 2 بعد العشاء، فتح الله عليك. وفي ناس اعتبروا 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، يعني دي كلها اقوال عند المذهب. ايوه، هيتبقى العشرة اللي قلنا لك عليهم، وحط عليهم بعد كده ايه؟ 2 بعد العشاء، بقوا 12. سهلة. وأن يجعلها 22 ركعة، 10 مؤكدة واثنى عشر غير مؤكدة، بزيادة ركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل المغرب، وركعتين قبل العشاء، وإسقاط الوتر، كويس، لأنه ليس من التابع للفرائض كما علمت. واضح الكلام؟ طيب. هيتكلم بقى على حاجة حاجة. ركعات الفجر اللي هما قبل صلاة الصبح اللي بتصليهم دول، ركعات الفجر إنما قدمهما لأنهما أفضل الرواتب بعد الوتر، لم يتركهم النبي حضرا وسفرا ومرضا ولا في أي حال. فهمت إزاي؟ اللي هي ركعتي سنة الصبح القبلية، اللي هي ركعتي الفجر والوتر، ما تركهمش أبدا النبي، عشان كده هي أفضل الرواتب بعد الوتر. الوتر عند الأحناف واجب. فهمت إزاي؟ عشان كده لما تقول الوتر افضل ولا سنه الصبح القبليه افضل، ليه سنه الفجر تقول الوتر؟ لماذا؟ يقول لك للاختلاف في وجوبه. فهمت ازاي؟ للاختلاف في وجوبه،
انما سنة الصبح ما حدش قال انها واجبة، ولا مذهب من المذاهب قال انها واجبة. فيبقى تترجح الوتر على سنة الصبح للاختلاف في وجوبه. انما قدمهما، وزي ما اقول لك برضو الاضحية افضل ولا العقيقة؟ تجاوب برضو نفس الاجابة، تقول لي الاضحية للاختلاف في وجوبها، اوجبها الاحناف، والعقيقة سنة بالاجماع في جميع مذاهب المسلمين، لم يوجبها مذهب. فلما يجي واحد يقول لك انا مراتي ولدت ودخل علينا عيد الاضحى، اعمل عقيقة لابني ولا اجيب الاضحية؟ تقول له ايه؟ تقول له هات الاثنين. يقول لك بس انا ما عنديش امكانيات، امكانياتي حاجة واحدة. تقول له يبقى الاضحية. ليه؟ يقول لك ليه الاضحية؟ تقول له للاختلاف في وجوبه. فهمت القاعدة؟ يبقى كده تبقى ماشي مخك مرتب. قول ركعة الفجر إنما قدمهما لأنهما أفضل الرواتب بعد الوتر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فما بالك الفرض؟ السنة خير من الدنيا وما فيها، يبقى الفرض 70 دنيا وما فيها، مش دنيا واحدة. والناس قاعدة يناموا، يا خبر لو علموا ما في الفجر والعشاء من الفضل لأتوهما ولو حبوا، يعني على ايديهم ورجليهم، على ايديهم ورجليهم. يقول لك الواد بيحبي، ما شفتش واد بيحبي؟ حبوا يعني على ايده ورجليه. طب بلاش، لو كتبوا لك في الجورنال ان وزارة الاوقاف ان شاء الله في مصر هتقدم شقة تمليك في المقطم لكل من يصلي الفجر شهر متواصل لا يفوته الفرض ولا تفوته تكبيرة الإحرام، وحيوظفوا موظفين في المساجد بتاعة المقطم معهم دفاتر يأيدوا الحضور والانصراف، وبعد شهر 30 يوم يجي يستلم شقة، بس يجيب معاه الرقم القومي عشان نتأكد انه هو. هتلاقي الناس واقفة طوابير مستنية الجامع يفتح، صح ولا لا؟ شقة. والنبي بقى بيقول ايه؟ السنة خير من الدنيا وما فيها، مش تقولي شقة بقى، ده السنة. والفرض حط بقى 70 عشان تعرف قد ايه البني ادم بيضيع على نفسه فضائل هو مش واخد باله منه. عشان كده يوم القيامة يندم، حتى لو ربنا دخله الجنة يندم، لان هيلاقي ان فاته درجات عظيمة في الجنة لما فاتته الصلاة دي. كان هيبقى فين وبقى فين؟ هيسكنوه في الجنة مثلا في الموسكي، وكان هو هيبقى على النيل، حاجة تانية. فهمت ازاي؟ تاخد شقة على النيل ولا في الموسكي؟ مواصلات صعبة، حتى تروح تركن العربية ما تعرفش تركن، تتعذب، الدنيا زحمة. وإن كان يعني التشبيه يعني مضحك، الجنة طبعا لا تشبه بشيء. أحسن مما فيش. أحسن مما فيش. يقول لك بس ان شاء الله على باب الجنه، بس المهم نخش. انما الرسول يقول لك ايه؟ يقول لك اذا سالتم الله فاسالوا الفردوس الاعلى. عشان انت لما تجتهد يوم ما الحكايه تلخبط معاك اهو تعدي. انما لما بتبقى بتذاكر على الحروكروك ممكن تسقط في اقل لحظه، فبلاش على الحروكروك دي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وبعدهما بقية الرواتب المؤكدة. بعدهما اللي هم ايه؟ يعود على ايه؟ على الفجر والوتر. بعدهما يبقى الفجر والوتر. بقية الرواتب المؤكدة في الأفضلية يعني، ثم غير المؤكدة. بعد ما يخلص المؤكدة في الأفضلية نخش في غير المؤكدة في الأفضلية. وله في نيتها 10 كيفيات، يعني ليه 10 كيفيات في صلاة سنة الصبح، لأن ليها أسماء كتيرة أصلا. فينوي بها سنة الفجر أو ركعتي الفجر أو سنة الصبح أو ركعتي الصبح أو سنة الغداء أو ركعتي الغداء أو سنة البرد أو ركعتي البرد أو سنة الوسطى أو ركعتي الوسطى. كل دي لحاجة واحدة. المهم ما يقولش نويت فرض. لو قال نويت فرض الفجر انعقد فرضا. فاهم؟ لو قال نويت فرض الصبح انعقد فرضا. لكن لو قال نويت الصبح
انصرف للسنة. لو قال نويت الفجر ما قالش لا فرض ولا سنة، انعقدت السنة. يبقى علشان كده يا سائلي عن شروط النية، الفرض وايه والتعيين، القصد والتعيين والفرضية، يقول كده. يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. شروط النية ايه؟ القصد والتعيين والفرضية. قصد الصلاة وتبين انها فرض، واخد بالك، وتعينها يعني نوعها ايه، فرض صبح، فرض عصر، فرض عشاء. لو قلت نويت صلاة العصر انعقد السنة، نويت صلاة فرض العصر انعقد فرض. فهمت المسألة بقى؟ خد بالك، يبقى لازم في الفرضية انص على الفرضية حتى لو الجماعة. حتى لو الجماعة، امال ايه؟ مذهب الشافعية كده، بقية المذاهب لا، المالكية ما نصوش على كده. فكل اللي ما بيقولش كده صلاته صحيح عند الملكية، والشافعية انصرفت على السنة، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فهمت ازاي؟ يبقى لازم ينص على الفرضية. فقال نويت صلاة ركعتي الصبح، الله أكبر، وانت سامعه، تقوم ايه بعد ما يسلم يقول لك انا خلصت صلاة الفرض، تقول له لا، ده انت صليت السنة يا ابني، قوم صلي الفرض، وقول نويت صلاة فرض الصبح. فهمت ازاي؟ لان اللي فات دي انت ما قلتش فرض، انعقدت سنة. هل التلفظ النية محلها القلب اصلا، وهل يجوز التلفظ بها ام لا؟ عندنا يستحب، وعند المالكية بدعة. فالتلفظ عند الشافعية للسنة مستحب، وعند المالكية بدعة. واضح؟ سهلة؟ ليه قالوا بدعة المالكية؟ قالوا لأن النبي لم يتلفظ بنيته، والصحابة لم تتلفظ، فالبدعية هنا في الهيئة، إنك أنت هتقول، مش إن النية بدعة، لا، النية مطلوبة، لكن المالكية يكتفوا بقلبه. وقالوا قرينة الحال تكفي عن النية، المالكية قالوا كده، قرينة الحال تكفي عن النية. وعشان كده لما يجي يقيم الصلاة وتقف في الصفوف وتروح ناوي كده مستحضر النية بقلبك، يبقى حالك كده انك بتصلي الفرض بقرينة الحال. المالكية قالوا كده، يبقى انت بقرينة الحال عند المالكية لو ما نصتش على الفرضية تبقى فرض، تنعقد فرضا. فهمت؟ لكن الشافعي قالوا لا، لازم النية ينص على الفردية بقلبه، ويستحب التلفظ بلسانه للعوام. الشافعية قال لك التلفظ بلسانه يستحب للعام. العام اللي هو ايه؟ اللي هو منشغل بأمور الدنيا من أهل الأسباب. دكتور قاعد في العيادة كشف على 40 حالة، أكيد مخه ده موشوش جامد، دخل يصلي الظهر في المستشفى، هيقول الله أكبر كده من غير ما ينوي بلسانه؟ ما هو قلبه موشوش بالعيانين. فهمت ازاي؟ مش هيعرف يستحضرها في لحظة الله أكبر. إنما لو قلب لسانه سهل تعينه. راجل مدرس في الفصل قاعد تقول يا واد اسكت ويشرح في البداية، وجاه وقت الظهر مخه مدهوش. راجل بياع بقال قاعد بيبيع ويشتري، وجاه وقت الظهر يجي يصلي مخه في البضاعة وهكذا. إنما غير اللي قاعد كده أموره عنده سكينة، وقاعد في المسجد المستريح يذكر ربنا يقرأ القرآن، ما عندوش. فده لما يجي كده قلبه حاضر، مش محتاج يتلفظ. فهمت؟ يبقى المحتاج متلفظ اللي هو الايه، اللي منهمك في امور الدنيا بسبب مهنته، مش معناه انها كده وحش، لا، هو ربنا اقامه كده يمشي. لكن لما يجي بقى لازم يستحضر النية، يقوم لسانه يعينه على استحضار القلب. طب افرض قلب قلبه فرض الظهر وقلب لسانه فرض العصر، انعقد ظهرا، ينعقد ما في القلب، لان اصل انعقاد النية بالقلب. سهلة؟ ده رأي الشافعي. عشان كده لما يجي يقول لك التلفظ بها بدعة في بعض المساجد، يبقى ملكي، واحنا شافعية نسمعها قلنا الله اكبر، ملناش دعوة، بدعة بدعة عنده هو، انا عندنا مش بدعة، انا عندي مستحب. ليه مستحبة؟ خد بالك، عندنا اصل. النبي تلفظ بالنية في الصيام، وتلفظ بالنية في الحج، والصيام والحج عبادة، فدل على أن التلفظ بالنية في العبادة مشروع. يبقى مش مألفه أنا، عند دليل النبي فعل،
ولما لم يستدل فعله في الصلاة؟ قال لتكررها، واخد بالك، ولحضور قلبه فلم يفعلها، والصحابة كذلك، تيسيرا على الأمة، مش لبيان عدم مشروعيتها، بل لتكررها ولحضور قلبه، وبين على مشروعية التلفظ في الحج والصيام. واضح؟ يبقى وبعدين لما اجي اقول ان التلفظ يعين على استحضارها بالقلب، والوسائل تاخذ حكم المقاصد، فلما كان اللسان وسيله لاستحضارها بالقلب والمقصد هو القلب، يبقى وسيله استحضارها في القلب مطلوبه، مش كده برضو؟ لما اقول لك انا عايز اتوضى، هات لي ميه يا ابني، يبقى لما تروح تجيب ميه ازاي؟ تجيب لي الحنفيه؟ هتجيب الحنفية يعني لحد دي؟ ازاي هتجيبها لحد دي؟ ما هفتحها مش هلاقي فيها حاجة، مش هتعمل، لانه فيش ماسورة، مش كده؟ لكن هتجيب جردل وفي مية وكوز. طب انا قلت لك هات جردل وكوز؟ ده انا بقولك عايز اتوضى، يعني عايز مية، لكن وسيلة المية لا تأتي الا في اناء، فصار الاناء وسيلة الوسيلة، الماء وسيلة الوضوء، والجردل وسيلة الوسيلة، فأصبح مطلوب تحصيل وسيلة الوسيلة لتحصيل الوسيلة. سهلة؟ فهمت بقى المسألة؟ فصار التلفظ بالنية مطلوب، فهمت؟ بالرغم أن الشرع ما قالكش تلفظ، لأنه وسيلة لاستحضار النية في القلب، فيصير له حكم إيه؟ المقصد. فهمت رأي الشافعية؟ عشان كده يجي يقول لك التلفظ بقى بدعة، الشافعي ولا يهمه، يقول اللي يقوله، انا عندي دليل، نويت، الله اكبر. فهمت بقى المساله؟ يبقى الشافعيه عندهم دليل جازم، واقفين على ارض صلبه، مذهب واقف على ارض صلبه، مش يتهز كده اي كلمه تقول له وتوديه وتجيبه، لا، يجي يناقشك، يناقشك ما يجراش حاجه، لكن ما تتخانقوش مع بعض. يبقى انت ممكن ركعتي سنه الفجر تسميهم نويت صلاه ركعتي الفجر، نويت صلاة ركعتي سنة الفجر، نويت ركعتي الغداء، نويت ركعتي سنة الغداء، نويت صلاة ركعتي البرد، البرد، مش الرسول بيقول من صلى البردين دخل الجنة؟ البردين، الفجر والعصر، عشان كده اسمها البرد. فهمت بقى السهلة؟ يبقى ليها الأسماء الكتيرة دي كلها. لو قلت نويت صلاة فرض البردي، فرض انعقدت فرضا صبحا، انعقدت فرض، خلاص، خدت بالك؟ وليها اسم تاني، او سنة الوسطى او ركعتي الوسطى، بناء على القول بانها الصلاة الوسطى. كويس؟ في قول بيقول ان الفجر هي الصلاة الوسطى، فيأتي بلفظ سنة في خمسة ويحذفه في خمسة، ويسن تخفيفها، يسن تخفيف ركعتي سنة الفجر، وان يقرأ فيهما بآية البقرة بعد الفاتحة يعني، وهي قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر الآيات، إلى آخر الآية ونحن له مسلمون، الآية دي كويس، دي في الركعة الأولى، وآية آل عمران في الركعة الثانية، وهي قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. يبقى يقرا في الركعه الاولى بعد الفاتحه ايه البقره، وفي الركعه الثانيه بعد الفاتحه ايه ال عمران. هذا هو الصواب، خلافا لمن قال وهي قوله تعالى قل امنا الى قوله مسلمون. والا طب افرض مش حافظ دول، فبصورتي الم نشرح والم ترى كيف فعل، بعد الفتح يقرا لم نشرح لك صدرك ولم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، والا فبسورتي الكافرون والاخلاص، وده المشهور بين الناس، يقرا سوره الكافرون بعد الفاتحه والاخلاص. طيب للاتباع في ذلك، فلو جمع بين ما ذكر كان اولى، يعني لو جمع الاولى بقى عندنا يقرا بعد الفتحه في الركعه الاولى سوره البقره، وراها ألم نشرح، وراها قل يا أيها الكافرون، ونقول الله أكبر، وبعدين بعد كده في الركعة الثانية بعد الفتح يقرأ آية آل عمران، وبعدها
ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وبعدين كل والله واحد، وين يركب؟ يبقى جمع كله. هنا كده تنتفي سنة التخفيف. لا، قال لك مش هتبقى فيها، هتبقى برضه خفيفة. برضه هتبقى خفيفة. أهو، فلو جمع بين ما ذكر كان أولى ولا ينافي التخفيف. لأن ضابطه ألا يزيد على ما ورد، ضابط التخفيف ألا يزيد على ما ورد. يعني إحنا لما بنصلي فرض الجمعة، فرض الفجر يوم الجمعة، بنقرأ سورة السجدة كاملة وسورة الإنسان كاملة، يجي واحد يقول لك خفف يا عم الشيخ، تقول له غلط، أنا كده مخفف لأن ده ورد. واللي ورد عن النبي هو التخفيف. اللي أمر بالتخفيف صلى بسورة السجدة كاملة وسورة الإنسان، يبقى سورة السجدة كاملة تخفيف، سورة الإنسان كاملة تخفيف. ليه؟ لأنها ورد. إنما لو ما وردش وطول، جيت رحت مصلي بالناس في الركعة الأولى سورة الأعراف كاملة، وبعدها رحت جايب لهم سورة التوبة، يبقى مش هروح بيتنا، هيغتالوني. خدت بالك؟ يقول لك أصل وليهم حق يتخانقوا معاك، ليه؟ لأن ما وردش كده. يعني الرسول ما عملش كده ولا يوم في الأسبوع، صلى كده خالص. فهمت بقى المسألة؟ يبقى حدود التخفيف هي ما ورد، ما زاد عن ما ورد يبقى أنا مش تخفيف. فهمت إزاي بقى؟ ويسن أن يفصل بينهما وبين الصبح ولو قضاء بضجعة، والأولى أن تكون على جنبه الأيمن ويتذكر فيها ضجعة الموت. الشافعية رأيهم كده، حتى ولو في المسجد. بس احنا بطلنا نعملها في المسجد علشان الناس ايه، يقول لك انت جاي تنام هنا، كانوا في قايتباي. اول ما رحت سكنت في قايتباي، جيت عملتها مرتين كده، لقيت الناس، كنت لسه ساكن في الحي الجديد مستضعف سنه 79 في مسجد قايتباي. اسم مسجد قايتباي ده اللي ما قدموش ابوه وامه يقدموا مسجد قايتباي في المنى. فالمهم يعني جيت مره كده بتضجع كده، سيت لقيت بتوع الجامع كلهم ناس على المعاشات وجميع الاعمار موجوده، فايه فالتريقوا علي. قلت ما يجراش حاجه. تاني مره، تاني يوم التريقوا تاني، قلت اصبر على السنه ما يجراش حاجه. تالت مره عملتها، لقيتهم بقى واحد كلمني قال لي انت هتخلينا الجامع كله ينام دي الطريقه دي؟ قلت له دي سنه. قال لي يا اخي هو يعني بالاجماع يعني؟ قلت له لا، عند الشافعيه. قال لي خلاص ما فيش داعي تعمل. رحت بطلت اعمل، ومن ساعتها بقيت ابطل اعمل، نسيت اعمل بسبب بتوع قايد بايده. فلكن هي سنة عند الشافعية سواء في المسجد أو في بيتك، يعني ممكن تسمع الأذان في بيتك، تصلي السنة وتضجع قليلا كده وتفتكر ضجعة القبر، مش روح في النوم وعلى جنبك الأيمن، وبعدين تقوم تصلي الفرض. خدت بالك ازاي؟ دي السنة عند الشافعية، ولو في المسجد ولو في المسجد. ولو أخرهما عن الفرض اضطجع بعد السنة. طب افرض انا دخلت المسجد في صلاة الفجر لقيتهم بيصلوا الفرض وانا ما صليتش لسه السنة، هصلي معاهم الفرض خلاص، وبعد ما اخلص الفرض اقوم اصلي السنة واتضجع بعدها. ولو اخرهما عن الفرض اتضجع بعدها. فهمت ازاي بقى؟ كما في حواشي الخطيب خلافا لما قاله المحشي وغيره من انه يضجع بينها وبين الفرض، فالمعتمد ان الاضجاع بعد السنة سواء قدمها او اخرها. فإن لم يضجع، طب افرض ما اتضجعش على سنة قايتباي، مسجد قايتباي يعني، فإن لم يضجع أتى بذكر أو دعاء غير دنيوي. في دعاء مشهور عن النبي تقول إيه؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي، اللهم أجرني من النار. ده يسن بين صلاة سنة الفجر وفرض الفجر، تقولوا كده. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي أجرني من النار. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي أجرني من النار. أو أي دعاء غير دنيوي، ما فيش داعي تقول يا رب أكلني كباب وأنا عايز أغير العربية ونفسي ببدلة جديدة. بطل بقى، كبر مخك بقى. فهمت إزاي؟ اسأل الجنة. زي الدكتور علي جمعة بيحكي على نقلا عن الشيخ أحمد المرسي النقشبندي، نقلا عن شيخي الشيخ محمد الإيه أمين الدين البغدادي. الشيخ محمد أمين الدين البغدادي ده كان من الأولياء الكبار النقشبندي، وكان قاعد وراء الأزهر وليه مقام يزار كده في جنب الجمالية كده في الطريق على بوابة النصر، تعدي على المسجد بتاعه له مقام يزار، وكان من الأولياء الكبار وله كرامات. مسجد الكردي. أيوه. المهم
فالشيخ محمد امين البغدادي ده الناس كلها كان عارفينه ان ده راجل ولي مستجاب الدعوه. فبيقول مكثت عشرات السنين في مصر، كل الناس تسالني ادعو لهم امور دنيويه، ولم ياتيني احد مره قال ادعو لي ان اكون من اهل الجنه. ملاحظه كده لاحظها هو، كل اللي جاي ادعي لي بنتي تتجوز، ادعي لي اتنقل في الشغلانه الفلانيه، ادعي لي اكسب في التجاره الفلانيه، ادعي لي اخد الصفقه العلانيه، ادعي، كلها امور في الدنيا. فبيقول ايه، منذ عشرات السنين وكل الناس تطلب مني الدعاء ولم يطلب مني احد امر اخروي. شوف الفرق بيننا وبين الصحابه بقى. خادم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيخدمه ويوضيه فقال له تمنى علي، الرسول عايز يديله الخدمه، فقال ان اكون معك في الجنه. هذا الخادم اللي بيخدم النبي ده كان لا بيت له، وكان عايش في الشارع، ينام على حجره، على باب حجره النبي، ملوش بيت ولا زوجه ولا حذاء يلبسه، حافي وما عندوش دولاب في ملابس، كل هدومه وما يملكه على جسمه، ما يملكش حاجه غير اللي على جسمه. والنبي بيقول له تمنى علي، كان ممكن لو واحد فينا اتجوز يا رسول الله ويبقى عندي بيت، وعايز فرس اجاهد فيها في سبيل الله، وعايز سيف اجاهد فيه في سبيل، كلها حاجات حلوه اهي، مش امور برضو دنيا اخروي، يسموها دنيا اخروي يعني دنيويه وفيها وش اخروي، مش كده برضو؟ لكن لا، الصحابي ما طلبش كده، عشان تعرف همه الصحابه. قام قال له ايه، اكون معك في الجنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له او غير ذلك، قول حاجه تانية يا راجل، او غير ذلك؟ قال لا، هي ذلك يا رسول الله. يعني بدي له فرصه يفكر تاني، قال له لا هي دي بس. فقام قال له ايه، اذا اعني على نفسك بكثره السجود، صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف الفرق بيننا بين الجيل بتاعنا والشيخ محمد امين البغدادي. فأس الناس، ودي فعلا تملي كده. مره مثلا جبت انا ميه زمزم في المستشفى، واخد ازازه كبيره، وقلت للبنات بتوع العمليات والحكيمات وبتاع، تعالوا ميه زمزم ده قبل ما شرب، اللي نفسه في حاجه يجي يشرب ويدعي. كله عايز يتجوز، كله دعا دعوات دنيويه. قلت رحم الله الشيخ محمد امين البغدادي، والله فعلا كلهم اللي يا رب ولادي يكبروا ويتخرجوا من الجامعه ويتجوزوا، واللي تقول يا رب مش عارف اخلف، والتانية يا رب مش عارف جوزي يعمل، ويا رب كلها حاجات دنيويه، ما حدش قال يا رب اكون من اهل الجنه بس مثلا. فخد بالك من الحكايه دي، عشان كده يقول لك بعد سنه الفجر تدعي دعاء اخروي، وبقيت السنن بعد كده بقى كل كباب فيها زي ما انت عايز، يصير مش مشكله. اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل ومحمد نبي اجرني من النار. ده مخصوص كده بين ايه، بين صلاه سنه الصبح وفرض الصبح. اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم اجرني من النار. فان لم ياتي بذلك انتقل من مكانه. ونقف على واربع قبل الظهر. كويس، ان شاء الله نكمل يوم السبت القادم. طولنا عليكم معلش، لكن ادي احنا ايه ماشيين يعني ببطء صحيح، لكن ايه، لكن الحمد لله خير، احسن ما كنت تقعد تتفرج على المسلسل. نسال الله السلامه، ان يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وان يزدنا علما، وان يجعلنا نعمل بما عملنا، ونخلص فيما عملنا، ونصدق في اخلاصنا، حتى يتوفانا ونحن على اكمل حال ظاهر وباطن، ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبنا فيه، ومحبة الله في نبيه، ومحبة نبيه في ربه الذي قال الله له ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا يرضى رسول الله ونحن معذبون في النار أبدا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وهو رحمة للعالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. جزاكم الله خير.